السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا الموقع التاريخي لمدينة وهران، هو قصر باي وهران، وهذا الموقع اللي يعود إلى فترة من فترات الجزائر في مرحلة المبايعة العثمانية. إذن في هذا تلك الفترة كان فيه يعني قلعة من قلاع الجزائر، قلعة الباي، واللي الآن راهي محل معاينة من طرف والي ولاية وهران، في كذلك للشرح يعني العقبات اللي راهي الآن موجودة في طريق الترميم نتاعو وإعادة البريق لهذا الصرح التاريخي الهام في حياة مدينة وهران وكذلك في تاريخ الجزائر بصفة عامة. إذن إن شاء الله الأشغال هذه اللي كان ممكن يعني مفروض تقام من طرف شركة تركية، هي اللي عندها اختصاص كبير في وتجربة في يعني تأهيل وترميم مثل هذه المنشآت التاريخية. إذن نخليكم تتابعوا الفيديو لأكثر تفاصيل. هو السلام عليكم. الموقع الأثري انتم تشوفوا هو متكون من قصر الباي واللواحق نتاعو او ما يحيط به. فقصر الباي يعني الكل يعرف بلي باش هو موجود في وضعيه يعني وضعيه تدهور متقدمه، والدوله الجزائريه اتخذت اجراء برفع التجميد عن عمليه يعني عن عمليه اعاده ترميم واعاده الاعتبار له. مديريه الثقافه هي المكلفه بعمليه الانجاز، واليوم مكتب دراسات يقوم بالدراسات اللازمه. فيه اشغال يعني استعجاليه ستقوم بها مديريه الثقافة لولاية وهران في الأيام القليلة القادمة من أجل حماية أكثر لقصر الباي. أما بالنسبة إلى اللواحق اللي يدوروا بقصر الباي، فأنتم تشوفوا العديد من الحدائق والعديد كذلك من البنايات يعني الذي يعني تعود إلى الفترة الإسبانية، ويعني معظم البنايات ما زالت يعني في ما نقولوش يعني في وضعية جيدة جدا، ولكن وضعيتها جد مقبولة، تتطلب بعض أعمال الترميم. ولهذا طلبنا من السيدة المديرة وكذلك السيد رئيس البلدية وكل القائمين على تنظيم لقاء مع المجتمع المدني والفاعلين، خاصة أولئك الذين ينشطون في مجال يعني حماية التراث، من أجل كذلك يعني فتح نقاش على مستوى الولاية يكون حاضرين فيه يعني كل المعنيين بدون استثناء وبدون إقصاء، من أجل إيجاد الحلول والبدء بالعمليات المستعجلة من أجل إعادة الاعتبار إلى هذه المنطقة هذه يعني التي يعني كما رانا نلاحظوا اليوم في هذه الوضعية اللي راي فيها، يعني عدد كبير من السواح أو من الزوار يأتي يوميا إلى هذه المنطقة هذه. فنظن باللي باش لما تكون في أشغال ويكون في إعادة الاعتبار، بدون شك أن هذه المنطقة هذه راح تكون جاذبة كذلك للسواح أكثر من هذه الوضعية.